أكيد هاي تحية من ستار لعيب الحاضرين عراس، الله هي عمامنا الكبار عراس الله هيهم، أكيد العريس الغالين الله هي طي الله هي جهيش عراس، كل الموجودين الله هيهم. وين البيت واركان على اخوي واليداد حزين البيت ويني قوم الهنا شب الله يا ويلي ولا عيوني حزين البيت واركانه طياب على اخوي صايا الثوب سويت على اخوي ولا عيوني طي اخي شوف الناس تنداني على اخوي يا واليداد على اخوي عضد يوم لقوات الجناية يا 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 يب واليداد والله الامر لله ونكفر نقلنا يعين على الغالي وليزول يا ويلي زول عين 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 واليداد والله ما يفعل يزول الامل على كبودي دخيل الله دبل يبوا لا 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 ما يفعل يزول يا ويل ويل يقول يا زين يا زين ليش الوقت عكس الهوى دارك وانا قضيت العمر داري بقرب دارك وقلبي بجفاك انتهى وتاه العقل دارك يا حيث مثل الخبل دنياي خلتني اي والله يا قوم الهنش تايه بوسط العقل بسام خلتني عاندت نفس الوقت للموت خلتني اي العريس ظليت ابكي بحزن لما شفت دارك اي والله ظليت ابكي بحزن لما شفت دارك يا أبا ما هزج عنايا ما هزج يا ولي الدنيا ليش أوالي
عيوني يا دنيا ليش ما هزت عنايا يا والعنايا وحداني ومالي عنايا يا طارش يا طارش يا طارش يا ول يا طارش روح قل له يقول طارن طارن طيور السعد ما وقع بس طيري اي والله طارن طيور السعد ما وقع بس طيري وماكو لحن للحزن يا صاح بس طاري اي والله اكتب مغث واسى من الحين بسطوري علي جفاني واخذ قلبي بغياب وعصر يا شيخ ابو راكان ما حد مثل حالتي يصبح بهذا العصر اقدر انساها الصبح وانسى الظهر والعصر بس جانا الغروب منهم مالهم طاري اي والله يا الطيب بس جانا الغروب منهم مالهم طاري يا ابو يا طارش روح قل له بالعنايا يا والبالعنايا بالعنايا بخير انفاس بشوفك دوايا يا 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 والبلعاد الحبر من الدموع موهات القلم يحسين عن غالي يبوا